طبعا تابعنا الفترة الماضية حالات عدة مؤسفة لعقر أو عض كلاب لمواطنين، منها حالة الضابط الرائد عمرو راضي اللي تعرض لهجوم من كلبين في مدينة الرحاب. بخصوص هذا الموضوع معايا الأستاذ مصطفى الصفتي، محامي الرائد عمرو راضي. أستاذ مصطفى مساء الخير. مساء الفل عمرو بيه، أهلا أخبار وسهلا سعادتك فندم. إيه؟ أهلا الله وسهلا فندم. يخليك يا معلم. أستاذ مصطفى، إلى أين وصلت القضية؟ والله القضية يا فندم كان محدد ليها جلسة النهاردة، وإحنا حضرنا وادعينا مدني فيها، وتأجلت لجلسة 3/4 لسداد رسمي الدعوة المدنية ضد الاثنين المتهمين، المالك وحارس الفيلا يعني. الفيلا. طيب عشان بس نفكر الناس بالموضوع، لو في عجالة كده تحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط مع السيد الرائد عمرو راضي. والله الرائد عمرو راضي راجل من سكان الرحاب، طالع من مكانه من فيلته عادي، فوجئ باتنين يعني كلبين مملوكين لصاحب الفيلا المجاورة ليه، والكلبين دول اعتدوا عليه بشكل شرس يعني. لولا العناية الإلهية كان الراجل ده مات فعلا تحت الكلبين، لولا ان في حد ماشي بالعربية هو استغاث بيه وقف طبعا، قعد فترة كبيرة على مشارك الكلبين عنده طبعا بماسورة يعني بلاستيك أو يعني حاجة خشبية يعني، وخد وداه المستشفى. طبعا الراجل ده الكلاب ما كانتش مجرد عض استاذ عمرو يعني، ده كلاب كانت بتاكل من لحمه يعني، فعلا اخذ اجزاء من لحمه من ايديه ومن وشه ومن رجله بشكل يمكن الناس كلها شافت الصور طبعا. على الانترنت، وكان كل حاجه فعلا صعبه جدا يعني. احنا عندنا الصور دي بس مش هنعرضها، لا يعني للمحكمة. حاجة فعلا صعبة يعني. طبعا أخوه جري، طبعا الراجل خده وداه مستشفى الجوي، وليه شقيق وراح عمل المحضر والنيابة بشرت التحقيق، وتم يعني اتحدد لها جلسة النهاردة. كانت النهاردة أول جلسة وحضرنا، وإن شاء الله الجلسة اللي جاية هيبقى فيها مرافعة وحكم بإذن الله. ان شاء الله. طيب يعني احنا في تفاصيل الحادثه وفي تفاصيل القضيه، احنا سمعنا انه الرائد عمرو راضي اعتقد في مرحله من المراحل تنازل عن المحضر اعتقد، لا يا لما فندم، لا يا فندم، كده كلام إشاعة والكلام ده مش مظبوط، واللي هو الرائد عمرو اسمه عمرو الجندي يعني. عمرو الجندي، معلش يعني. رائد عمرو ما تنازلش عن أي شيء خالص، ومش هيبقى فيه تنازل، احنا متمسكين بحقه حتى النهاية، لأن المشكلة مش في رائد عمرو يعني. افترض إن في طفل هو اللي كان مكان رائد عمرو، كان الوضع دي كلاب شرسه سعادتك يعني، كلاب شرسه، كان يتعين على صاحب الكلاب دي يتخذ من الحيطه والاحتراز ووسائل الامان اكتر من كده يعني. ما ينفعش اجيب كلاب وكلاب محرمه دوليا واسيبها في الشارع تعتدي على القاصي والداني، على الناس اللي رايحه في الشارع والجيران، لولا بنيه الراجل ده، راجل ظابط يعني، راجل عنده بنيه قويه، لولا بنيته ولولا ان هو قدر يقاوم شويه كان ما كانش اتلحق، كان مات يعني. الراجل اللي لحقه كانوا كلبين فوقيه يعني، كان كاد ان هو حياته تزهق لو الكلب عضه في رقبته ولا عضه في اي مكان حساس يعني، صحيح. وهو لازال حتى الان في المستشفى يعني الراجل ده، ولسه منتظر عمليات لسه حتى الان في المستشفى، وحياته في خطر، لان اثار العض بتاع الكلب بتظهر بعد فتره، الفيروس اللي بينتقل من عض الكلب للإنسان بيظهر بعد فترة، ممكن يظهر عليها يعني لا قدر الله مظاهر تسمم يعني. يعني احنا بندعو ربنا انه يعني يشفي الرائد عمرو الجندي ويقوم بالسلامه ان شاء الله. وللاسف يعني حتى يعني زي ما حضرتك بتقول يا استاذ مصطفى، انه بعض الناس، انا ما بقولش كل الناس، بعض الناس لا تحسن، لا تعلم كيفيه تربيه الحيوانات المنزليه زي هو الكلاب. عشان كده يا عمرو، انا يعني بستغل المنبر بتاع سعادتك ده، وانا اناشد المشرع انه فيه قوانين قويه لموضوع حيازه الكلاب دي، وما يكونش حيازه الكلاب الا للضروره القصوى، يكون بتصريح من الجهات المعنيه
يعني انا سامع التصريح اللي حضرتك قلته على لسان مسؤول وزارة الزراعة، اللي هو عدد الكلاب المنتشر سواء الضال او غيره 16 عدد مليون. مهول جدا، نعم عدد كبير جدا، وده يمثل خطر فظيع، يعني خطر ده المفروض حماية الانسان من اولويات الدولة، يعني الاصول ان من ضمن حماية الانسان حمايته من اي أي شيء ممكن يعتدي عليه، نعم يعني ايه تصريح 500، يعني انا سيب الكلاب تعتدي على الناس، يعني الاصول حضرتك، يعني لازم يبقى في مش تشريع قوي، ما ينفعش ان انا اسيب العدد ده، العدد المهول ده يمثل خطر على الناس، يعني صحيح. يعتدي، وبعدين ايه اكتر من حادثه حصلت بعد الرائد عمرو، لا صح، يعني وقبل الرائد عمرو او وقبل بعد، ولسه هتحصل حوادث تانية. حوادث خطيره جدا سعادتك، وما فيش تشريع قوي يكون يعني انا النهارده بحمل المالك الكلاب مسؤوليه كامله عن هذا الحادث، وكمان سعادتك يعني انا ما ينفعش ان انا اقول ان الراجل ده يحاكم بمجرد اصابه خطا، لا ده المفروض ده يعني تعدي عمد، لانه هو راجل بيحوز كلاب، وهو عارف ان الكلاب دي كلاب شرسه وكلاب ممكن تعتدي على البشر وسايبها، يبقى هنا في قصد احتمالي قانوني، في نعم قصد احتمال يعاقب عليه، نعم المفروض يجرب ده ارهاب وتروع مواطنين، نعم ما ينفعش سعادتك اسيب الكلاب في الشارع وكلاب غير مدربه او كلاب غير مطعمه وكلاب محرمه دوليا تعتدي على خلق الله في الشارع، يعني نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مصطفى الصفتي، وإن شاء الله ربنا يطمننا على الرائد عمرو الجندي قريبا بإذن الله.